المشاهير. كونوا معنا كل أسبوع يوم الجمعة بين الساعة 9 والـ10 مع برنامج مع المشاهير. إعداد وتقديم علاء الجوهري عبر كلام صوت الحلم وراديو المشاهير اللبناني مع المشاهير. مستمعينا ومشاهدينا الكرام عبر راديو وتلفزيون المشاهير اللبناني، إلنا الشرف إن اليوم موجودين بمهرجان البعلين، وكمان صدفة حلوة جمعتنا بالممثلة الجميلة برنادات حبيب. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم، يعطيكم ألف عافية. بدي أقول كرمضان والعالم خير، إن شاء الله يا رب هيدا العيد، هيدا العيد بتحمل معه عن جد المعاني الحقيقية للعيد اللي هي المحبة والسلام، وإن شاء الله يا رب سلامي يعم على العالم العربي أجمع. شو عندنا تحضيرات جديدة؟ حاليا صيفية وبحر ومع الأولاد، ولكن إذا الله راد أول الخريف في مسرحية كارنيفورس مع المخرج عصام بو خالد والممثل عصام بو خالد وسعيد سرحان، رح نكون عم نلعب على مسرح دوار الشمس. إن شاء الله هيك تلاقي إقبال، لأنه المسرحية هالقد مهمة. دجا عرضناها ببيروت، عرضناها بألمانيا، عرضناها بمصر، وحيكون لها إعادة أول الخريف إذا الله راد كمان ببيروت. متماكن ومسلسل ضرب عودة غوار من خلو قديم، بس بعدها بتكرر مع النجم دوريد لحام. هل هتكرر التجربة؟ ليك مع الأستاذ دوريد ما بعرف إذا ممكن تتكرر التجربة أو لا، بس هذا العمل عن جد لأنه قيمة فنية ولأنه قيمة ثقافية ما بيموت وبيضلوا يتكرر، وبيضل العالم تحبه من جيل لجيل، الناس عم تضلها تتعلق فيه. كتر خير الله، لما الواحد بيكون مقتنع بالشي اللي عم يعمله بيخلي الناس تتعلق فيه وبتخلي الناس تحبه أكثر. بتحب تقولي كلمة للمهرجان صندوق الدنيا اليوم موجودة فيه لأنها صباعية؟ أنا بدي أقول إنه صندوق الدنيا عودنا مثل السنة الماضي بعيد الأضحى والسنة بعيد الفطر، ومؤسسة إيناس أبو عياش هي هالمؤسسة الإنسانية اللي حاملة معها مش بس المنطقة الجبل، حاملة معها لبنان ككل، من كل الطوائف من كل الأديان من كل الأجناس. هي شغلة هالقد إلى قيمة إنسانية كتير كبيرة، بدنا نقول لها شكرا كثير على كل المجهود الكبير اللي عم تعمله، لانه قلنا العالم اللي بعدهم بيؤمنوا بلبنان الواحد، بلبنان المستقل، بلبنان الانسان. شكرا لك ممثله برنادة حداد ومشاهير العرب دائما في اي بي. بقول انا يعطيكم الف عافيه في اي بي مشاهير العرب، انتم دائما بتتابعونا دائما صدقين، خليكم بهالهمه وكل عيد مبروك وانتم بالف خير يا رب. مشاهير العرب انا البلد، مشاهير شو بالعرب مشاهير العرب دايما بقلبي 100%. هما راديو وتلفزيون مشاهير العرب VIP.